ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعرفكم على اسعار المعيشه في جورجيا من حيث الاكل والشرب والسكن والمواصلات عامله ازاي، وهقول لكم سعرها بعمله البلد اللي هو الليري، وهقول لكم سعرها بالدولار. كنت حابب ان انا اخد الكاميرا وادخل اي ماركت واصور الاسعار عامله ازاي والحاجه عامله ازاي، بس في الوقت ده صعب جدا لان لازم طبعا تحط الكمامه وانت داخل اي ماركت، ومش عارف اتكلم وانا حاطط الكمامه وهتبقى صعبه والكلام ده. فانا كتبت كل حاجه والنهارده هعرفكم على الاسعار عامله ازاي. يلا بينا. اللحظه اللي انا بسجل فيها الفيديو دلوقتي سعر ال $100 بتحولهم ب 305 لاري. لاري الواحد فيه 100 تتري، اوكي، والدولار الواحد فيه 100 سنت. فاول حاجه هنبدا بيها وهي ازازه المايه، اللتر بتعمل 90 تتري مقابل الدولار بتعمل 29 سنت. نتكلم عن ريد بول اللي هو مشروب الطاقه ب 3 لاري و40 تتري بدولار و11 سنت. نتكلم بقى عن العصاير، العصير اللتر اللي هو الفواكه ب 4 لاري دولار 31 سنت. كوكا كولا اللي هي 2 لتر ب 3 لاري و15 تتري، يعني بدولار 53 سنت. الكوكا كولا الكنز بلاري و15 تتر 36 سنت. نتكلم دلوقتي على اسعار المنتجات الغذائيه. نيجي للزبده النباتي وهي سعرها 2 لاري و40 تتر، يعني بالدولار 78 سنت. الجبنه الجورجي الكيلو سعره 9 لاري 2 دولار 95 سنت. علبة الزبادي 400 جرام وهي سعرها لاري 75 تت، يعني ب 75 سنت من الدولار. احنا بنقول طبعا السعر الاول باللاري وبعد كده بنقول السعر بالدولار. علبة كريمة اللباني اللي هي 400 جرام سعرها 3 لاري 55 تت دولار و16 سنت. حليب وهو اللتر ب 2 لاري و20 سنت، يعني بالدولار 71 سنت. جبنة القريش ال 180 جرام وهي سعرها 3 لاري 98 سنت. كرتونة البيض اللي فيها 10 حبات ب 3 لاري و20 تت بدولار و5 سنت. نتكلم على علبة المايونيز اللي هي 200 جرام ب 2 لاري 55 تت 83 سنت من الدولار. العيش اللي هو 500 جرام اللي هو الابيض اللي هو بيبقى متغلف تمام، اللي في كيسة طبعا طازة يوميا بينزلوه في الماركت، كيس العيش بلاري يعني ب 32 سنت من الدولار. علبة شاي الليبتون اللي هو الليبتون الفتلة اللي فيها 25 قطعة ب 3 لاري و30 تتر بدولار و6 سنت. النسكافيه ال 130 جرام ب 8 لاري و90 تتر 2 دولار 91 سنت. لتر الزيت ب 4 لاري يعني بدولار 31 سنت. زيت الزيتون الإزازة اللتر ب 20 لاري 6 دولار دولار 55 سنت. كيلو السكر بلاري و50 تتر يعني ب 49 سنت من الدولار. طبعا علبة الشوفان ال 500 جرام ب 2 لاري و40 تتر 78 سنت. كيلو الملح بلاري و5 تتر ب 34 سنت. كيلو المكرونة ب 2 لاري و40 تتر 78 سنت. كيلو الرز ب 4 لاري يعني بدولار 31 سنت. كيلو اللحم البقري ب 21 لاري 6 دولار 88 سنت. كيلو الفراخ المخلية ب 9 لاري و40 تت 3 دولار و8 سنت. نتكلم عن الفول وهو الكيلو ب 6 لاري يعني بدولار 96 سنت. في سمك ماكريل مشهور هنا طبعا كلنا عارفينه، موجود في كل البلاد، الاثنين في كيسة كيلو ب 10 لاري 3 دولار 27 سنت. كيلو العسل النحل الطبيعي، عسل النحل الطبيعي الأصلي ب 30 لاري 9 دولار 83 سنت. هندخل دلوقتي في الفواكه، نتكلم على أول حاجة في الفواكه وهو التفاح. كيلو التفاح ب 4 لاري 34 تتر، ما يعادل دولار 42 سنت. كيلو الموز ب 3 لاري و70 تتر دولار 21 سنت. كيلو الليمون ب 5 لاري 94 تتر دولار 94 سنت. كيلو البرتقال ب 5 لاري دولار 63 سنت. كيلو الكريز ب 5 لاري دولار 63 سنت. كيلو الخوخ ب 6 لاري و50 تتر 2 دولار و13 سنت. الفراولة كيلو ب 6 لاري
ما يعادل دولار 93 سنت. كيلو البطيخ طبعا عشان لسه نازل دلوقتي غالي، فكيلو البطيخ بلاري ما يعادل 32 سنت من الدولار، بس بعد كده بيوصل الكيلو 50 سنت و60 سنت. نتكلم شوية بقى عن الخضار. كيلو البدنجان ب 2 لاري 34 تت، ما يعادل 76 سنت من الدولار. الخاصية المدورة اللي طعمها لذيذ ب 45 تت، 15 سنت من الدولار. كيلو الطماطم الحلوة الجميلة الجورجي، طبعا انا بتكلم عن الفواكه اللي كلها موجودة في جورجي والخضار الجورجي الرائع الجميل. كيلو الطماطم ب 2 لاري 65 سنت من الدولار. كيلو الجزر بلاري 44 تتر، ما يعادل 67 سنت من الدولار. الخيار بلاري 55 تتر 32 سنت. البطاطس ب 68 تتر يعني ب 22 سنت. الفلفل المكبب اللي هو الالوان الاخضر والاحمر والاصفر ب 4 لاري و 50 تتر يعني بدولار 47 سنت. البصل الكيلو بلاري و 14 تتر 37 سنت. كيلو البنجر ب 64 تتر. كيلو التوم ب 6 لاري ما يعادل 2 دولار و90 سنت. نتكلم بقى دلوقتي عن اسعار المواصلات العامة. الباص ب 50 تتر ما يعادل بالدولار 16 سنت من الدولار. المترو ب 50 تتر 16 سنت من الدولار. نتكلم عن اللي هو المرشوكة اللي عندنا زي الميكروباص كده في مصر ب 80 تتر 26 سنت من الدولار. بقى عن السكن، وهديكم مثال بسيط. شقة غرفتين وصالة من 250 دولار لحد 350 دولار. طبعا السعر بيرتفع، بس بنتكلم في المتوسط اللي هو حاجة حلوة، يعني ممكن تلاقي حاجة كويسة ب 250 دولار ل 350 دولار. تمام، ده سعر الشقة. طبعا لو سعر الشقة غرفة واحدة سعرها بيقل، سعر الشقة 3 غرف سعرها بيزيد طبعا 400 دولار فيما فوق. سعر بيت مثلا بجنينة بالكلام ده كله طبعا اسعار تانية خالص. فاحنا هنتكلم في سعر المتوسط اللي هو شقة غرفتين وصالة في مكان كويس 250 دولار الى 350 دولار. اتكلمنا في فيديو النهاردة على اسعار الاكل والشرب والمواصلات والسكن، وكلمتكم عن الحاجات الاساسية اللي كلنا بنستعملها واسعارها عامل ازاي، عشان برضو تعرفوا اسعار المعيشة هنا عندنا عاملة ازاي. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي حالا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده ابقى خلصت الفيديو. لو في اي سؤال لاي حد ممكن يكتبولي تحت في كومنت، وانا هرد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت. سلام.